أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في تقرير جديد من Equity Global Markets، معكم رائد الخضر. نتحدث في هذا التقرير حقيقة عن تقلبات كبيرة في الأسواق في الوقت الحالي. هناك نوعا ما عدم وضوح، ذعر في الأسواق بنتيجة التوترات السياسية والجيوسياسية الكبيرة إضافة إلى الكوارث الطبيعية. نتحدث عن كوريا الشمالية واستفزاز جديد بإطلاق صاروخ شمال اليابان، وبالتالي ذلك يؤثر أيضا على مود الأسواق. تهديدات مستمرة متبادلة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية تضغط على رغبة المخاطرة لدى المستثمرين إجمالا. أضف إلى ذلك لدينا إعصار هارفي الذي يبدو أنه أضراره كبيرة، تثير موجة من الرعب بين المستثمرين حاليا وعلى الأخص في أسواق الأسهم. مع ذلك تمكنت أسواق وول ستريت يوم أمس من الإغلاق بشبه مستقرة بعض الشيء بعد التخبطات الكبيرة. لكن من يستفيد حاليا من كل هذه التوترات ومن هذا الوضع الموجود في الأسواق في ظل ضعف الدولار الأمريكي؟ الذهب يتمكن من اختراق حاجز الـ $1,300 للأونصة ليقفز وصولا إلى مستويات $1,320 للأونصة خلال تعاملات اليوم. طبعا الآن وصل أعلى مستوياته عند $1,324. هناك نوع من التراجع التصحيحي عند مستويات الـ $1,320 للأونصة، ولكن إجمالا يعتبر ذلك التصحيح الموجود حاليا في الأسواق منطقي وطبيعي جدا، ومن المتوقع أن يعود مجددا زخم الاتجاه الصاعد قبيل يعني بيانات الوظائف الغير زراعية المنتظرة في نهاية تعاملات هذا الأسبوع من الولايات المتحدة الأمريكية. فعلى الأجندة الاقتصادية لدينا أبرز وأهم الأحداث، كلا مجموعة قليلة من البيانات المؤثرة حقيقة ولكن ذات تأثير كبير. كما ذكرنا بيانات الوظائف، عدد الوظائف الجديدة التي أضافها الاقتصاد الأمريكي خلال الشهر الماضي سوف يتم إصدارها يوم الجمعة. التوقعات حوالي 184 ألف وظيفة، أدنى من القراءة السابقة عند 209 ألاف وظيفة، أي قراءة مطابقة للتوقعات أو أقل منها بلا شك سوف يكون لها تأثير سلبي نوعا ما على الأسواق. طبعا نحتاج إلى قراءة فوق مستويات 200 ألف وظيفة حتى يكون هذا التفاعل إيجابي. بالنسبة لمعدلات البطالة 4.3% من المتوقع أن تستقر عندها تلك المستويات، وكذلك أيضا فيما يتعلق بوتيرة نمو الأجور. طبعا بما يتعلق بتقرير الوظائف الغير زراعية يوم الأربعاء ننتظر تقرير الـ ADP وهو وظائف القطاع الخاص، أيضا من المهم متابعة هذا الرقم. من الأرقام المهمة أيضا خلال هذا الأسبوع القراءة الثانية للنمو في الولايات المتحدة الأمريكية عن الربع الثاني، يعني جدا مهم متابعة هذه القراءة للوقوف على مدى تعافي أكبر اقتصاد في العالم. حاليا الملاذات الآمنة نلاحظ عليها ضغط بالاتجاه الصاعد، بالإضافة إلى قوة في اليورو تنجم عن التصريحات التي قدمها ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي، والذي صرح بأن اليورو المرتفع لا يشكل أثرا كبيرا على الاقتصاد في المنطقة الأوروبية. ورأينا رالي اليورو ينطلق من تلك المستويات والأهداف القريبة التالية، نحن الآن فوق مستويات 1.20، الأهداف القريبة أصبحت التالية اللي نتحدث عنها إمكانية العودة إلى مستويات أو الوصول إلى مستويات 1.22. أي عملية تصحيح دون يعني القمم التي رسمها اليورو منطقية وطبيعية جدا وصحية بالنسبة لمتابعة استمرار الاتجاه الصاعد بالنسبة لليورو، طالما هذا التصحيح ليس عميقا بشكل كبير. نتحدث عن إذا حسب مقياس فيبوناتشي من القاع الأخير عند 61.8% يوافق تقريبا المستويات 1950، و 1950 حاليا يعني تعتبر قاع جيد يستند عليه اليورو لمتابعة الارتفاعات مرة أخرى. إذا وصلت التصحيحات بالاتجاه الهابط إلى 1650 ممكن جدا العودة بالاتجاه الصاعد، والاستهدافات متوسطة وبعيدة المدى 1.22 1.24.